قفز سهم مجموعة ألستوم الفرنسية إلى 8% بعد أن قالت الشركة إنها ستدرس عرضاً ملزماً من مجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية لشراء وحدتها للطاقة بنهاية مايو أيار، وأبقت ألستوم الباب مفتوحاً لعرض منافس من شركة سيمنز الألمانية. واستؤنف تداول سهم ألستوم صباح الأربعاء بعد تعليقه منذ أواخر الأسبوع الماضي، وقد أكدت ألستوم تلقيها عرضا من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لشراء قطاع إنتاج معدات الطاقة في المجموعة الفرنسية بحوالي 13 مليار يورو. وسبق للحكومة الفرنسية أن أكدت أنها تدرس عدة بدائل عن شراء جنرال إلكتريك الأمريكية لنسبة من أسهم ألستوم.